مساء الخير مشاهدينا الكرام، جمعتكم مباركة إن شاء الله. هذه حلقة جديدة من حصادنا الأسبوعي. على مدار الأسبوع الماضي لازال يعني معتصمي التيار الصدري مرابطين داخل البرلمان العراقي. كان هناك دعوة لمظاهرات الأسبوع الماضي يوم السبت، لكن ألغيت بتأثير جولة الحوار التي بدأها السيد هادي العامري. زار خلالها السليمانية وأربيل، أيضا اجتمع مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. يعني أيضا عقد مؤتمر أو الحوار الوطني في القصر الجمهوري الذي دعا إليه مصطفى الكاظمي وتمخض عنه. طبعا لم يحضر أي ممثل عن التيار الصدري الاجتماع. حضرت ممثلة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت إلى الاجتماع. المجتمعون جميعا اتفقوا على أنه لا حل للبرلمان ولا إعادة للانتخابات دون أن يجتمع البرلمان من جديد، ومن ثم يشكل حكومة تأخذ على عاتقها مهمة الإعداد لانتخابات جديدة. طبعا موضوع اليوم راح نناقشه، وايضا اخر التطورات راح نناقشها مع ضيفي السيد زهير تشلبي عضو دولة القانون والباحث والاكاديمي صلاح بوشي. اهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمين. اهلا وسهلا. خليني ابدا من عندك سيد زهير، ما هي اخر التطورات؟ طبعا أنت في بداية حديثك، أولا آسف جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لضيفك الكريم ولكادر قناتكم المحترمين. أهلا وسهلا. يعني في بداية الحديث أنت انطيتي في التقرير يعني عن موضوع وكان مهم جدا، موضوع الاجتماع في القصر الحكومي، ما يسمى الاجتماع الوطني أو الإجماع الوطني، هذا كان مهم جدا يعني. وأيضا صحيح هو التيار لم يحضر إلى الاجتماع، ولكن المهم حضر حلفاء التيار، يعني إنقاذ وطن كما كانوا يسموه سابقا، ولو الآن هو أعتقد بس التحالف تفلش التحالف. إيه دا أقول في حكم المنتهي، أنا دا أتكلم بهذا الاتجاه، ولكن حضورهم كان ضروري يعني كان مهم. وطبعا هذا الحضور أثبت بأنه هناك إجماع وطني على أنه البرلمان يحل وفق الأطر الدستورية، يعني يجب أن يذهب البرلمان إلى انتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك تشكل حكومة، ومن بعدها يتغير قانون الانتخابات وتتغير المفوضية، وأيضا وبعدين تتحدد آلية عمل الحكومة وتوقيتات الحكومة متى تنتهي، وتوقيتات أيضا موضوع أمتى إعادة الانتخابات أو الانتخابات المبكرة كما تسمى عادة. المهم الاجتماع أنا أعتقد كثير يقول يعني مخرجاته غير يعني غير واضحة، ولكن لا، الحقيقة أنه الآن يعني إحنا في صدد الذهاب إلى عقد جلسات البرلمان. هذا ما كيف يعني علمنا به، يعني الان ده يتحضر الى المكان والى طريقه. شلون يعني راح تتجاوزون معتصمي التيار الصدري؟ شلون راح تعقدون جلسات؟ يعني معتصمي التيار الصدري مثلون 3% من الشعب العراقي، ما من المعقول يتعطل الشعب العراقي متحصنين داخل البرلمان، شلون راح تعقدون جلسه؟ يعني ما ما ما, ما شرط والمكان ما مهم، يعني ينعقد باي مكان اخرى يعني. والنظام الداخلي للبرلمان ما عندكم مشكلة في عقده في أي محافظة أيضا. تتحدون السيد الصدر؟ هذا تحدي. نعم. يعني شنو ردة فعله؟ تتحدون يعني ردة فعله؟ الرجل أيضا عنده مستشارين وعنده ده يقرأ الساحة السياسية. بلاسخارت المتحدة حضرت هذا الاجتماع، والدليل على أنه المجتمع الدولي يرفض طريقة حل البرلمان من الشارع. هذا يعني الظاهر ايضا هو يفهم اللعبه الدوليه ايضا، يعني الرجل مو بعيد عن الساحه السياسيه في العراق. كذلك الاتحاد الاوروبي ايضا، وكذلك يعني حضروا كل يعني حتى المؤتلفين ما حضروا هذا الاجتماع، وتم الاتفاق على ان يكون هذه الاليه. يعني هم متفقين على حل البرلمان، ولا
اما وحتى اول رجل ايضا الان صار هناك ليونه ايضا اجل المظاهرات مال يوم السبت الى اشعار اخر، ما حدد وقت اخر اصلا. يعني الامور بدها تتحلحل الان، والسيد مقتدى ايضا سياسي مخضرام يعرف مواكب للعمليه السياسيه في العراق ويعرف هذه التطورات. يعني من حلفائه الديمقراطي والسياده يحضرون الاجتماع، يعني اصبح لوحده يعني هذا الشيء ده يطلبه اصبح مو ما عليه اجماع وطني. طيب. يعني حل البرلمان قبل طيب. ان تشكل حكومه. طيب نعم. خلينا ننتقل للسيد صلاح. الاطار ماضي وراح يعقد الجلسه، شلون راح يطلع السيد الصدر ويتخلص من الاحراج امام جماهيره؟ شلون راح يسحب المعتصمين من داخل البرلمان؟ مساء الخير عليك ومساء الخير على ضيفنا العزيز سعد الخير. اهلا وسهلا. بصراحه اليوم الوضع الحالي الوضع السياسي هو من اصعب الظروف التي مرت على الدوله العراقيه بعد 2003، وهذا متفق عليه. لا يمكن لاي مهتم بالشان السياسي ان يغير ذلك الامر. واما بالنسبه لموقف التيار الصدري، هو موقف التيار الصدري ليس بالجديد على الساحه السياسيه، منذ سنوات هو يطالب وينادي بالاصلاح السياسي، وكثير ما جهده وجمهوره ومطالبه التي شكلت العامل المهم في العمليه السياسيه. ونحن اليوم العمليه السياسيه متوقفه، السلطه التشريعيه متوقفه، كثير من الامور التي تحاول القوة السياسية لملمت الأمر، لكن التيار الصدري ثابت وهو في نقطة الارتكاز العملية السياسية إن صح التعبير بهذا الأمر. وأعتقد من يدعي أن التيار الصدري 3% هي نسبة ضعيفة من الجمهور العراقي ومن الشعب العراقي، ننظر إلى مخرجات التظاهرات والاحتجاجات التي تبناها التيار الصدري، عطلت كل المناقات السياسية، عطلت العمل السياسي، عطلت السلطة التشريعية، عطلت عمل المؤسسات الأخرى. وبالتالي لا يمكن غض النظر عن الموقف الذي يصدر من التيار الصدري، ولا يمكن لأي قوة سياسية وإن كانت هنالك حضور أممي في الاجتماع الأخير الذي حصل بين القادة السياسيين والرئاسات الثلاثة، لم يؤثرون بشيء. لا القوة شو يسوي يعني السيد الصدر؟ شو يسوي السيد الصدر؟ إذا ما مضى أعضاء الإطار التنسيقي الأطراف السنية والكردية بعقد جلسة في مكان آخر، شنو بيده يسوي السيد الصدر؟ في ظل موافقة دولية وإقليمية. أنا أجاوبك إذا تسمحين، وأجاوب السيد زهير الفلبي. إذا أردنا أن نحدد الـ 3%، لو تمتلك القوة السياسية 3% من التحدي على تأسيس جلسة للبرلمان العراقي لذهبت القوة السياسية. عدة 10%، عدة 10%، اليوم اكو يقول لك سيد زهير اكو إرادة دولية، اكو إرادة دولية واتفاق كل الأطراف، السيد الصدر وحده عدة 10، شو يسوي؟ لا السيد الصدر بتكتيك التيار الصدري عدم حضوره للاجتماع القادة السياسيين والهيئات الرئاسة، جعل من نفسه تيار الصدري وحده، جعل من نفسه قوة جماهيرية بالميزان السياسي والقوة السياسية الأخرى بكفة واحدة. أطراف القادة الوطني وأطراف الإطار والأطراف السياسية الأخرى حضروا بالاجتماع، لكن تيار الصدري ما يحضر. هذا دليل على أن المعادلة التي يتبناها التيار الصدري كل القوى السياسية في كفة ميزان، والتيار الصدري في كفة ميزان واحد. يجب أن نقتنع بهذا. يعني هذه الكفة شنو بيتها تغير إذا ما مضى الإطار وكل الأطراف العراقية الأخرى لعقد جلسة وتشكيل حكومة جديدة؟ هذه الأغلبية 20%، إيش راح يسوي السيد الصدر؟ خطورة الموقف هو ليس أنه السيد الصدر شو يسوي، خطورة الموقف العام والمناخ العام. لا يمكن أن يتخطى الحدث من الخطأ أن القوة السياسية تمضي إلى جلسة برلمان دون إنهاء الموقف الجماهيري ورضا الجماهير وما يصدر من مطالب. أعتقد اليوم المطالب ما أعرف، فقدنا الاتصال. أنا أسمعك. أها خليني أرجع لك سيد زهير، يمكن فقدنا الاتصال بأستاذ صلاح. زيارة السيد عمار الحكيم إلها علاقة بمجريات الأحداث السياسية بالعراق؟
أكيد طبعا، لأنه احكيلنا. الآن أيضا يجب أن يذهب السيد عمار، ورجل موثوق السيد عمار من قبل المملكة العربية السعودية ودول الخليج، يعرض عليهم ما يحصل أيضا على الساحة السياسية في العراق، ونحاول نبعد التدخلات الخارجية عن الأمن، عن الأمور الداخلية في العراق وتشكيل الحكومة. وهذا ما وعد به ايضا ولي العهد السعودي، انه راح يبتعدون عن هذا الموضوع، وهذا شان عراقي، وطمأنوا بانه لا يوجد هناك اي تدخلات في الوقت الحاضر. لان هم، شوفي احكي لك، يعني هم كان عندهم تجربه، يعني هو تجربه الانتخابات، وانا ما اريد ارجع للماضي ايضا، للماضي القريب طبعا. وأنا كنت أتحدث عن تزوير الانتخابات، وكذلك عن عملية انقلاب على العملية السياسية، وخاصة بعد جلسة الأكفان. نعم. ولكن الإطار قدر يحتوي هذه العملية، عملية الانقلاب، وشكل الثلث المعطل، وتعطلت الأمور، ولم يستطع الثلاثي يعني الائتلاف الثلاثي أو نسميه إنقاذ وطن، أن يعقدون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وتعرفون هي قضية انتخاب رئيس الجمهورية هي المعضلة، لأنه من بعد انتخاب رئيس الجمهورية كل الأمور تمشي أوتوماتيكيا، يعني يكلف رئيس الوزراء ويشكل حكومة، ولكن هذا لم يحصل. فمن شاف السيد أنه هناك انسداد سياسي وما قادرين يعملون شيء، ورفض أن يشترك مع الإطار في عملية سياسية، واعتبرهم فاسدين وما شابه ذلك من البيان اللي يتحدث به، يعني وهو حر الرجل، يعني ما حد جابره على هذا، وانسحب من البرلمان. الآن يستخدمون الشارع لتعطيل العملية السياسية، ولكن عن طريق الشارع وليس عن طريق الأطر الدستورية مثل ما كان يشتغل عليها الإطار التنسيقي. الآن هذا الوضع ما يقبله المجتمع الدولي، يعني بلاسكار صرحت أنه حل البرلمان يتم عن طريق الدستور والأطر الدستورية، وكذلك الديمقراطي الكردستاني، وكذلك السيادة، وكذلك كل السياسيين في العراق والمجتمع الدولي. فمن شعر الخليج أو من كان يدعم، مثلا يدعمون الحلبوسية، أو تركيا تدعم الحلبوسية، أو ما شابه ذلك، وطحنون بن زايد دخل على الخط بهذا الاتجاه، من شافوا أنه لا يستطيعون تحقيق ذلك، وأن الحرب الشيعية مستحيلة، وهذا الشيء الرائع اللي يعني أنا أحترم كل الأطراف، السيد مقتدى والإطار، الكل حافظوا على السلم الأهلي في العراق، أفشلوا هاي المخططات. المهم الآن نحن خرجنا من خانة الحرب الأهلية، يعني الآن هاي الأمور السياسية راح تتحلحل بالمستقبل، وخاصة الآن السيد مقتدى اعتقد ده يبني بعض الليونه في هذا الاتجاه، خاصه عندما علم بانه كل الاطراف او نسميه الاجماع الوطني ما يقبلون حل البرلمان بالطرق غير الدستوريه. هاي المشكله يعني. نعم. طيب خليني ارجع لك سيد صلاح. جماعه الاطار حتى حليف الصدر محمد بن سلمان راحوا له واقنعوه بدعم خطواته. طبعا ناويين على هذه نكته القسم السياسي، صح التعبير، انه احنا اليوم يجب ان نصحح اي، بس لا تطوليني انا ما قلت مع جنابكم بهذا. يعني انا ما قلت اقنعه بن سلمان، وكان يعني بعيد كل البعد عن ما يكون هو واقعيه العمل السياسي في الوقت الحاضر، يتحدث بزاوية دعم دولة القانون دون النظر إلى الرؤية التحليلية للعملية السياسية. وأيضا نسمع من السيد زهير الكلبي ومن الشخصيات الأخرى السياسية أن لا مكان للتداخل الخارجي، ونحن نبعث مبعوث سياسي له دور في العملية السياسية لزيارة السعودية، والسعودية لا تعني شيء بالنسبة لموقف التيار الصدري، والحديث عن الشرقية والغربية وغيرها هذه واضحة. القالب السياسي الذي يستخدمه التيار الصدري هو قالب سياسي معتمد على دراسة استراتيجية للتعامل مع المحور السياسي ومع المرحلة الحالية. التصريعات السياسية تختلف عن المراحل
الكلاسيكية التي تعودت عليها القوى السياسية. وحتى للأسف حديثنا لحد هذه اللحظة هو بالسيستم القديم. اليوم الحدث السياسي هو ليس حدث ببسيط، الشارع منتفض وليس التيار الصدري فقط هو المنتفض، بغض النظر عن التظاهرات والاحتجاجات، مشكلة سياسية وقد يذهب بنا إلى انحدار سياسي. وإذا كانت أكو مساحة للحركة لبعض القوى السياسية قد بالغد الغريب لا يمكن هذه المساحة تتوفر، وبالتالي علينا الوقوف وقفة جادة أن نصلح الشأن السياسي بالأدوات السياسية وأن لا نذهب إلى خارج الحدود. وبالتالي اليوم شلون بالأدوات السياسية؟ شلون بالأدوات السياسية؟ كل الأطراف جاي تقول لك خلي نعقد جلسة برلمان نختار حكومة وإحنا وياك بمطلب حل الانتخابات. ستي العزيزة جميلة الكل، 8 أشهر البرلمان عفوا يعرض كثير من المشاريع ويتحدث بصراحة أنه تجربة التوافقية هي غير ناجحة، فإن نرضي الجمهور العراقي بمشروع الأغلبية السياسية، وبالتالي ما أعطوا فرصة للتيار الصدري أن يذهب بمشروع الأغلبية السياسية بشراكة توافقية. يعني ما أقصد التوافقية تقسيم السلطة التنفيذية، وكل القوى السياسية رفض ذلك الأمر ولا يزال الرفض، وهم من بدأوا في عملية التعطيل، الثلث المعطل أو الثلث الضام. اليوم التيار الصدري أو السيد الصدر إن صح التعبير إذا أراد يذهب بالتفاهم مع القوى السياسية المختلفة عليه بتحضير ضامن سياسي يضمن لمقتدى الصدر. طيب سيد صلاح، ليش ما بقى السيد الصدر وأحدث التغيير اللي يريده من خلال البرلمان؟ هذه الطرق الدستورية والقانونية. يعني هو أعطى الفرص الكثيرة للشركاء السياسيين وفق السياق. ليش بنى مشروعه على سماح الشركاء الآخرين؟ أنا عندي مشروع، عندي 73 مقعد داخل البرلمان، أمرر مشروعي بال 73، هاي الطريقة الدستورية والقانونية، أنا ألجأ للشارع؟ إذا أردنا أن نتحدث بوضوح، عملية التداخل الخارجي أو الوصفة الخارجية اللي سمحت بالتأثير على بعض القوانين التي كانت مفاجئة للرأي العام وخاصة القوى السياسية، مسألة الثلث المعطلة والتي الأدوات التي كانت غير متوفرة بالسابق، وبالتالي تعطل مشروع الأغلبية السياسية وكانت وكأنه هي حزمة باتجاه مشروع الأغلبية، عدم نجاح مشروع الأغلبية، وبالتالي سيد الصدر تعامل بإيجابية وسحب الـ 30 مقعد، ضحى، هذا دليل على تضحيته أنه ممكن أن يضحي بالـ 73 مقعد اللي ما ممكن لأي قوة سياسية تحصل هذا الرقم، وبالتالي القوة السياسية قوة الإطار كانت المفروض أن تستثمر خروج التيار الصدري باستثمار غير الاستثمار اللي يستخدم حاليا، وبالتالي طيب 73 مقعد من الممكن أن تشكل معارضة مؤثرة، ليش ما استخدم السيد ال 73 مقعد بمعارضة يعني تكشف فساد الجهات اللي هو يتهمها بالفساد، وهذا راح يعريها أمام الجماهير ويخسرها الانتخابات الجاية؟ ما توفرت قناعة لدى التيار الصدري أو سيد مقتدى الصدر بأن المرحلة الحالية بهذه الطريقة بطريق عودة التوافقية أن تمضي، وبالتالي هو يعني عمل تكتيك سياسي وسحب 73 مقعد حتى ينطي الفرصة، والفرصة ما استثمرت القوى السياسية الأخرى، وبالتالي ذهب إلى مصاحبة الجمهور العراقي، والجمهور العراقي هو من يمتلك السيادية بالموقف الحالي، وبالتالي خلى القوى السياسية أن تنظر إلى الموقف الجماهيري وليس فقط الموقف التيار الصدري. التيار الصدري جزء من التظاهرات. طيب أستاذ زهير، سمعت يعني كلام السيد صلاح، عنده جماهير وقاعدة لكم بالبرلمان، شلون ترضون السيد وتمضون بتشكيل حكومة؟ عيني شوفي، الإنسان من يرتكب خطأ المفروض يعترف بخطأه. يعني الديمقراطي الكردستاني على لسان أمين سر الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ فاضل ميراني يقول احنا ارتكبنا خطا بالذهاب مع مقتدى الصدر او مع نصف الشيعة، هو قال مو انا قلتها. وانا اقول ايضا الديمقراطي الكردستاني والسياده ارتكبوا خطا بالذهاب مع نصف الشيعة، هذا كان هاي الخطا الكبيره. اليوم في حال يعني جرت الامور على ما هي عليه، تتوقع اكو زياره مرتقبه للسيد هادي العامري للسيد الصدر؟
نعم، هنالك في الأجواء السياسية أو في الأروقة السياسية يعني حوار إيجابي قد يكون، وممكن أن يكون السيد العامري النموذج الذي حاول تهدئة الأجواء السياسية، لأن اليوم الشحن في الأجواء السياسية يسبب لنا كثير من التعثرات في المزاجات السياسية. يعني السيد الصدر أو التيار الصدري لديهم مطالب يشوفونها هي مقنعة بالنسبة لهم، وهذه هي مسألة طبيعية أن يكون لديهم مشروع سيادي، والأخوة أيضا في الإطار التنسيقي لديهم مشروع، يجب أن يكون هنالك مساحة تقارب، وهذه المساحة التقارب تحتاج إلى أدوات. والسيد العامري منذ الأيام الأولى بعد إعلان نتائج الانتخابات وهو يتحرك كثيرا بين الإطار والتيار، ننسى أن المواقف الكبيرة في العملية السياسية، وأنا أقول دائما التيار والإطار جوهر العملية السياسية، أن لا يتدخل أحد سلبيا لإبعاد القوتين الرئيسيتين في العملية السياسية، وبالتالي ممكن عودة العلاقة الطيبة بين التيار والإطار. التيار دائما أو سيد مقتدى الصدر يتحدث أو يتعامل مع مواقف سياسية وليس مواقف شخصية، المواقف الشخصية بعيدة عن جدولة السيد الصدر، وبالتالي هذه إيجابية لمن يقوم بدور المصلح في الموقف ما بين المواقف الطرفين، الشخصية بعيدة عن السيد الصدر، بعيدة كل البعد، زين فعلا بعيدة كل البعد. ليش يريد السيد المالكي ما يطلع من الإطار؟ ليش يريد بس السيد هادي العامري وباقي والحكمة والنصر؟ يتبنى بناء موقف على موقف وليس يعني حدث شخصي على حدث شخصي، وهذا واضح من تصريحات السيد الصدر. ولا تنسين السيد حتى السيد المالكي كان هو من القريبين من التيار الصدري، شنو اللي تغير؟ رئيس وزراء لدورتين، لكن اليوم البنيه السياسيه كبرت، الاحداث السياسيه تغيرت، القوه الناشئه ايضا كبرت، الشراكه توسعت، وبالتالي المساحه الايجابيه الموجوده اللي تمتلك القوه السياسيه مساله طبيعيه جدا. احنا اذا ننظر للعمليه السياسيه بنظره فلان وفلان، اعتقد رجع العمليه السياسيه للقلب. اليوم الفرصه موجوده، يجب استثمارها لتقديم الحلول بين الاطراف. هنالك مشروع اغلبيه ومشروع توافقيه. البعض يقول لك اذا هي على الحجوم السياسيه والحجوم داخل البرلمان، اليوم السيد المالكي كان عنده مقاعد أكثر من باقي الأطراف داخل الإطار التنسيقي، بس السيد راد طرف معين اللي هو أقل مقاعد، بس ما راد السيد المالكي لأن هو ند إله، ضد نوعي إله. لا 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 لا، هو مو مسألة ند، بس السيد الصدر يتبنى مواقف سياسية. يعني السيد الصدر حاول خروج القوة السياسية داخل الإطار، وكان كثير من المطالب التي تصدر من التيار الصدري باتجاه الاخوه كانت صريحه واضحه، يقول من نحسن الظن بهم كان له الرغبه ان يخرجون من مساله التوافقيه ويذهبون لنجاح مشروع الاغلبيه. شنو معيار السيد لحسن الظن بي؟ شلون ممكن السيد يحسن الظن بينا؟ شنو المعايير؟ يعني اعتقد اني كباحث في الشان السياسي وكمحلل للحدث السياسي كان يظن انه يخرجون من عباءه التوافقيه حتى على الاقل يجربون الاغلبيه السياسيه لارضاء الجمهور. لو تمررت مشروع الاغلبيه كان كل القوى السياسيه يكون مكانها ثابت في حضورها الجماهير وحضورها السياسي. طيب السيد الصدر العالم السياسي طيب خلينا يعني نسلط الضوء على نقطه اريد المشاهد يفهمها. اليوم السيد الصدر يريد حل برلمان وانتخابات جديده، انتخابات في ظل الحكومه الحاليه، يعني الحكومة الحالية تتولى مهمة يعني الدعوة لانتخابات وإجراءها؟ يعني اليوم لا للتيار الصدري ولا الإطار التنسيقي ولا القوى السياسية الأخرى تخرج عن المسالك القانونية والدستورية، وإن كانت هنالك طلبات بحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وأيضا هنالك رؤى في هذا الموضوع من الإطار التنسيقي موافقين على ذهاب الانتخابات. عفنا من الاطار التنسيقي، خلي الاطار التنسيقي على صفحه. سيد الصدر، السيد الصدر شو يريد من يا حكومه اللي تتولى مهمه الدعوه للانتخابات؟ السيد الصدر ما يريد الاطار التنسيقي. يعني السيد الصدر او التيار الصدر رؤيتهم ان يذهبون الى حكومه جديده ليست حكومه توافقيه، شرط ان لا تكون شلون تشكل اذا ماكو برلمان؟ الشكل
تتشكل لما يكون هنالك اتفاق بالاجواء السياسيه العامه. سيد الصدر لوحده ما يقدر يشكل، الاطار التنسيقي ما يقدر يشكل، شلون لكن اتفاق لو وهو نجح ما السيد يحضر حتى عامر جلسات الحوار؟ يعني شلون بالتليفون شلون؟ لا لا، هو شوفي اليوم الاجواء السياسيه ما مبنيه على اجتماع واحد دعا له السيد الكاظمي او ندوه معينه او ورشه معينه. الموقف السياسي يستمر بلقاء بلقاءين بثلاثه لقاءات بمفاوض بمفاوض اخر بتنازل من بعض القوى السياسيه. المشهد السياسي اذا اردنا ان نحله يجب ان طرف يساهم بالطرف الاخر بمبادره معينه. لان اليوم خلينا نتفق انا وياك والجمهور والقوه السياسيه ايضا الاطار والتيار، نتفق ان نحتاج لنا وصفه علاج، حكومه جديده مؤقته بعيده عن التحزب، قانون جديد للانتخابات او ملاحظات قانون على الانتخابات، وايضا مفوضيه ممكن تكون جديده حتى يرضي يعني الطرفين. حسب كلامك الانتخابات سيد دكتور صلاح، حسب كلامك اذا تتفق ويا رؤيه الاطار بانه لا مخرج ولا طريقه لتشكيل حكومه، واللي هو حضرتك تقول هذا نفسه متبنى السيد الصدر بانه حكومه جديده هي اللي تتولى يعني القيام بانتخابات جديده، اذا خلي الولد ينسحبون من البرلمان. خليني اختصر لك الكلام، السيد الصدر يريد يغير مرحله سياسيه، خلي الاخرين يفهمون شنو المتغير بالمرحله السياسيه ويقعدون على طاوله، والسيد الصدر ابوابه مفتوحه ما يحتاج لها الى مبادره من السيد الكاظمي او السيد برهم صالح. يعني نعوف البرلمان لازم يعني نروح للحنانه يلا الآمري. شلون يعني كثير وكثير من الشخصيات هم لهم المفاتيح السياسيه للدخول على السيد مقتدى الصدر، مقتدى الصدر ليس الشخصيه الصعبه في العمل السياسي ابدا. صعب اذا سهله توسط ان نسوي لقاء ويا حضرتك. والله صعب. بصراحه يعني ما اشوف ابدا ابدا اللي 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 يركز في شخصيه السيد الصدر كان يبني على موقف التشكيل الحكومه الاولى للسيد الكاظمي، العفو المالكي، الدوره الثانيه، الدوره الثالثه اختلفت الرؤيه السياسيه وما حصلها السيد المالكي. مو مساله هي عداء شخصي ابدا. اليوم التيار الصدري بحضوره الجماهيري بحضوره الانتخابي حصل على 73 مقعد وخرج من السلطه طيب. التشريعيه بكل سهوله، اثبت بدليل انه يريد متغير للعمليه السياسيه. ايضا خلي الاخوه طيب. السياسيين الاخرى برؤيتهم يشتركون بتقارب مع التيار الصدري. طيب هذه مساله ليست مصعبه. طيب دكتور، يعني استقاله السيد علاوي ربما يعني احنا الكل عارفين بالفساد اللي ينخر بالدوله، لكن استقاله السيد علاوي في ظل وجود مافيا فساد هو يعرفها، السيد الصدر عنده حضور قوي داخل العمليه السياسيه وخارج العمليه السياسيه، الا يفترض ايضا قانون الامن الغذائي اللي ما نعرف اليوم فلوسه وين راحت، يعني كلها هذه ملفات مهمه لازم نسلط الضوء عليها وما تمر مرور الكرام. يعني هذه وفق الاجواء الحاليه ما ممكن قراءه ما يحدث من استقاله واسباب استقاله، وبالتالي هذا محسوب على السلطه التنفيذيه وين كانت من هذا الامر. يعني احنا عندنا سلطه تنفيذيه فيها صلاحيات قانونيه ودستوريه، واكو جهات وهيئات يعني وهي متخصصه في عمليه البحث عن الفساد الاداري والمالي. لكن احنا اليوم الموقف السياسي ما يتحدث أن نشرك بكثير من الهموم التنظيمية الإدارية هي من صلاحية مجلس النواب العراقي وإن كان معطل، أو صلاحية السلطة التنفيذية. لو كان لدينا حكومة جديدة ولدينا سلطة تشريعية جديدة تتوقف في عملية إيقاف النزف والهدر في المال العام. اليوم الأجواء أجواء الفساد أو ما طرح شنو وزير تفسر المالية هو ليس سرعة قبول الاستقالة، شلون تفسر سرعة قبول الاستقالة ووضع بديل مباشرة للسيد علاوي؟ يعني اعتقد الامر طبيعي وفق السياقات الادارية. يعني السلطة التنفيذية اليوم مسؤوليتها مسؤولية كبيرة وفق الصراع السياسي الذي يحدث. اعتقد الصراع السياسي الحالي هو ليس بصراع سهل، ولا يعني حتى التجارب الماضية بالخلافات السياسية مو بهذا المستوى، مو بهذه الحدة.
احنا اليوم اكو فرقاء سياسيين، اكو فراغ دستوري، اكو فراغ سياسي، وهذا الفراغ السياسي يجب ان نسرع بالحاله الطارئه. واعتقد اليوم تصرف السلطه التنفيذيه هو حتى لا يكون جزء من عمليه يعني الضغط على المناخات العامه، وتصرفت بقبول الاستقاله. واعتقد قبول الاستقاله معناتها مو براءه السيد علاوي، ولا انه السيد علاوي خلاص برد انت وطلع من الوظيفه، لكن فيها سياقات اخرى. وان تعدل الامر والسلطه التشريعيه رجعت لعملها، يستدعى او يستجوب السيد وزير الماليه على ما قدمه من طروحات في مساله الاستقاله في هذا الظرف، وما بينه من خلل اداري ومالي في المؤسسات الماليه. دكتور صلاح، أنا شاكرة لحضرتك لانضمامك لنا بهذا الحصاد الأسبوعي، على أمل أن نلتقيك بخير إن شاء الله. طبعا مشاهدينا الكرام، أنا أشكركم جدا، وأنا أشكر ضيفنا العزيز اللي كان زهير بس ما كان مفروض يعوفنا ويطلع، لأنه إحنا لدينا مسؤولية أخلاقية قدام الجمهور وقدام الرأي العام. إن شاء الله يعني كنا أخوة، هذا نقاش على قدر يعني ساعة البرنامج وضمن سياقات الموضوع. بالنهاية كنا نجلس على طاولة واحدة أصدقاء، نطلع نطب نسولف، هذا نقاش إن شاء الله ما يزرع خلاف بيننا. شكرا لك دكتور صلاح، أيضا أشكر يعني سيد زهير الشلبي على انضمامه، وأيضا شكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. ألتقيكم الأسبوع القادم، إلى اللقاء.